وعماد الدين حسين بيتكلم عن الحرق قولا واحدا في نهايه المقال لانه كان في المانيا قاعد مع ناس والناس بتشيد بان المصريين قال لهم الراجل الالماني المصريين لهم ان يفخروا يفخروا بايه بانهم علموا الناس الكتابه وهو قاعد هناك بقى بيسمع الكلام الحلو ده لا انا بنحرق الكتب لن يحدث اي تقدم للامام في اي قطاع في ظل هذه النوعيه من المسؤولين وفي ظل هيمنتهم المسؤولين دول اللي بيتكلم عن الحرق والكتب مش كل المسؤولين يعني هو بيقول ارجو ان ينتبه رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء وجميع المسؤولين للعقلية العقليه التي نفذت عمليه احراق الكتب واحراق الكتب هي اخطر ما يهدد النظام ولو كنت مكان الحكومه لقمت بتجميع كل هذه النوعية من المسؤولين طبعا في قصر الشهامه من عمادنا وضعتهم خلف القضبان وحرقت افكارهم لكن قولا واحدا لن يحدث اي تقدم للامام في اي قطاع في ظل هذه النوعيه من المسؤولين وفي ظل هيمنتهم على اداره التعليم هؤلاء اسمع بقى اخطر من الجواسيس اه والله العظيم جاسوس بيجي يأخذ معلومه ويمشي ونقفشه بعد شويه بقطع مخابراتنا على مستوى عالي دماغ الدماغ, الدماغ اخطر حاجه الدماغ اخطر حاجه وعشان كده انا سعيد باني موجود معايا دلوقتي النهارده الاستاذ ابو سينا كشك اللي هي مديره التعليم الجيزه عشان اعرف ليه عملت كده ايه هي بتفكر ازاي؟ مهم جدا ومعانا طبعا رئيس تحليل القاهره الاستاذ سيد محمود طبعا صحفي كبير هنشوف ايه ايه الفكره ده لازم نعرف هي لا ست اكيد لا ست متطرفه ولا اي حاجه خالص بس هي لماذا قامت بهذا الفعل دي مساله مهمة جدا ان احنا نسمعها من الاستاذ ابو سيد ان شاء الله. فقولا واحدا لن يحدث اي تقدم في ظل ده. ااا آه بس ده كلام مهم لزملائنا الصحفيين الكبار و و وعايز اقول لكم بس في خلاصه خلاصه الكلام اللي احنا قلناه النهارده ان احنا عايزين نسال نفسنا زي ما قلنا مع الاستاذ الدكتور زياد بهاء الدين امبارح. لو كل واحد فينا سأل نفسه هو بيعمل ايه وليه وامتى وفين وعايز ايه متهيألي احنا بالوضع دوت هتبقى الدنيا صعبة وبعدين انت بتحب الرئيس انا متأكد اللي سمعني دلوقتي غالبية الناس في 97% انت اختاروا الرئيس السيسي طيب عملت له ايه يعني هل اللي يحب دوت بحبك, بحبك 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 ونغني ونرقص وبدعي لمصر ربنا يخليك يا مصر يا حلوه يا مصر لا يعني تقعد انت طول النهار تقول مراتك بحبك بحبك اولادك أو بحبك بحبك وانت ما بتشتغلش ما لهمش حاجه ما ينفعش مش هينفع فاذا كنت بتحب الرئيس السيسي عملت له ايه يعني ايه اللي عملته في حياتك غير حياتك انا بكلم مش على فكره مش المواطن البسيط بس بكلم ب... كل اللي شايفنا ماذا قدم الناس للرئيس اللي انتخبوه؟ ايه اللي احنا اتغيرناه؟ ثم برضو نسال ماذا قدم الرئيس في مساله العداله الاجتماعيه؟ برضو ده سؤال نوجهه للرئيس السيسي اللي الناس احبته فانتخبته ونوجه لك انت كمان نفس السؤال ماذا قدمت لكي يعني تساهم مش بقولك في تحسين بلدك سيبك من الكلام دوت في تحسين نفسك انت لأن البلد دي ان لم تكن تشعر انك جزء منها فمش هتعمل حاجه انت تشعر والدوله لازم تحسسك الدوله لازم تحسسك انك جزء من هذا الوطن فاصل ونلتقي ان شاء الله